بيكم في نشرة إخبارية جديدة من برنامجكم ثلاثي ضوضاء الحياة. زميلنا ميزو نزل الجامعة وسأل الناس عن الامتحانات، تعالوا نشوف التقرير. لو تحب تمتحن في حاجة، تمتحن في ايه؟ ما امتحنش اصلا. في الطبخ والاكل، مزيكا والاغاني، كرة القدم، امتحن في السوشيال ميديا بقى، في الاغاني عامة يعني، في شغل البيت، في الرسم، ما امتحنش اصلا، في المزيكا، افلام الكرتون، امتحن في بلاي ستيشن، حب وكده، قشطة، المطبخ، في الفن، فن او التمثيل او كده يعني، في الكيمياء عشان بنحب الكيمياء كلنا، في الفتي، فنون، اكتر حاجة عارفاها يعني اغاني بقى وحاجات تبع البنات يعني، كرة القدم، في الميك اب، حافظة كلمات الاغاني كلها، في الهلس. ايه احدث طرق الغش؟ الستيكر الشفاف اللي بيتحط على الديسك، الكتابة على ورق المنديل، ناس بتكتب على ايديها بقى، الاي دي الجامعة، واصغر الورق واحطه في الاي دي كده سمعت البلوتوث دي، الحمد لله تبقى صح، استغفر الله العظيم تبقى غلط، تبقى قاعد ورا بقى في اللجنة وتعرفش تطلع الموبايل. الثانوية العامة كنت بلبس شورت بكتب على رجلي، ارفع واحدة واحدة واجيب الكلمة بعد كده انزل، هو في قلم كده بيتشد تكتب عليه وتدخل بيه بس كده، لما المراقب بيلم الورق بقعد ابص في الورق اللي هو ماسكه، نسيب الملزمه في الحمام وانزل الحمام واغش منه. بالنسبه لنا البرشام بقى الصغير ده كده، انا لسه حضرتك ممسوكه في محضر غش من حوالي يومين كده بموبايل. ميزو ميزو سؤال رائع، سؤال رائع ميزو، يعني تبقى واحده قدامي قاعده كده ولا سؤال تاني ايه اللي في النص اللي هي الساعه الالكترونيه دلوقتي، ورق مدور 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 ويقصوه يبرشموا فيه يحطوا في قطعه الميه قال يعني بيشرب يعني. لو انت دخلت لجنة امتحان وجنب منك ولد والناحية التانية بنت، هتغشش مين واشمعنى؟ غش البنت طبعا. الولد. البنت. عنصرية. لازم اتعرف على البنت طبعا. اللي محتاج ماشي هقول له. البنت. لو انا مخلصة حاجتي اللي هيطلب مني حاجة هتزعل. جنس الناعم طبعا. اغشش الولد. اشمعنى بقى؟ اشمعنى بتدور على عريس في الامتحانات ولا ايه يا دنيا؟ هي البنت مسيرها لبيتها انما الولد هيكمل يعني. البنت. اغشش البنت، مش اغشش الولد، عنصرية بقى. لا اغشش بنت. البنت طبعا، عشان هي دي اللي هتفيدني بعد كده. هي البنات اتمة بريد صراحة يعني، ورخمين قوي، ما بيغششوش. الولد بيبقى طماعة، فلو ممكن ياخد اللي هو عايزه مثلا بعدين خلاص ممكن يسلم الورق. البنت، ممكن اشقطها ولا حاجة. لا اغشش البنت. لا اغشش البنت، عشان البنت مني انا ولد وانا مالي بيه. لا اغشش الولد طبعا. اشمعنى انا؟ عشان لو الولد امور هاخد رقمه. الله الله الله. ماشي وانت؟ الولد برضه اكيد يعني نفس رأي صاحبتي اكيد. انا بقى البنت برضه نفس الكلام. خلاص احنا ناخد ارقام بعض واحنا مخلصين كلنا. وجه رساله للمراقب بتاعك في الامتحان، تحب تقولي له ايه؟ هيجي لك يوم ابوس ايديك ارحمنا، هد اللعبه معانا شويه، ما تطلعش قرفك علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. مش عايزين نجيب مجموعة على امتياز ولا حاجه، عايزين ننجح. بطل يقف قدام عشان انا على طول اسمي قدام. انت راجل 100 100. هنخرج بره الكليه ومش هنحلك. بتقول ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يحس بيه يحس بيك ربنا. يهدى علينا شويه، ارحمنا بقى، حرام والله تعبنا. عربيتك السفرة بره، خلينا نغش لان احنا في قسم صعب. روح منك لله ظلمني. ابعد عينك عني. يعني اعتبرنا زي ولادك. خلصنا في العربية. تتغفل هتتغفل. ارحمنا شوية والنبي عشان الامتحانات صعبة جدا. توه ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل. منك لله بعيد، منك لله. كان يسحب مني الورقة. كل لطيفة فاللطفاء قليلون. اهدى علينا عشان احنا مصدعين. لا هو كده بغش وهو واقف عادي. يبقى خلي بالك. بطل تعكس البنات أرجوك. والله أنت اللي بتعكسينا. لا والله خالص. يا ده شكلي عكس؟ لا يا عم. يا عسل. نشكر زميلنا ميزو على التقرير الجميل.